رح يخلص. أنا لازم روح، وأنا ما بدي إني أترك عرسك وروح يا معلمة. أنا كنت معك بكل خطوة خطيتها، وأنا بليلة عرسك لازم أتركك وروح. رح تسمحني بعد العرس يا معلمة؟ ليه عم تحكي هيك يا جينو؟ هالشي لهالليلة بس، وبكرة من الصبح رح تكون معنا من جديد. ليش؟ أنا عندي إحساس إنه لما روح الليلة رح أنفصل عنك إلى الأبد. يا أميرة، تزعلي شي إذا بروح على طول؟ أكيد يا جينو، أنا كمان ما فيني أعيش من دونك. ليلى، أنا صار لازم روح، بس رح أرجع لك قريبا. أنت ممكن تنطريني شي؟ أكيد يا جينو، أنا رح أنطرك. جنيد، بدي منك تاخد هالمصباح على غرفتي. ما بدي انه بهالعجقة يلمسه حدا بإيدي الوسخين. تسمح لي فرجيك؟ أكيد أكيد. تفضل، هيدي قطع يدوية حلوة كتير منيح، فرجيني كمان. تفضل شوف هيدا إذا بدك. شو رأيك بهيدا؟ فرجيني هالتحفة. أكيد رح تعجبك هيدي القطعة. إيه كتير حلو. هيدي تحفة غالية وفريدة من نوعها. أنا جمعت هالقطع من كل أنحاء العالم. من جد؟ أنا قررت رح أحتفظ بهالقطعة. أكيد أكيد. شو سعرها؟ يا سيدي، أدعي بتدفع بهيك مناسبة سعيدة. سعادة صاحبك رح تكون هي الثمن. انت شخص كتير لطيف. لازم استأذن منك، صار وقت العرس. شكرا. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.